أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المتابعين الكرام على اليوتيوب. نكمل اليوم قراءة رواية نوستالجيا مارغريت للشيخ الأديب كمال المرزوقي حفظه الله. الصفحة 14: قبيح جدا أن تحب من لا تقدر أن تكرهه، ثم لا تجد لروحك متنفسا إلا بكره حبك له. إنه ذلك النوع الوقح من الحب الذي يجبرك أن تحبه وتكره كل خصلة فيه، وهو قصيم الاحترام الوقح الذي يؤطرك على حب كل ما في شخص من خصال، ومع ذلك لا تقدر أن تحبه هو. نوتات البيانو جميعها رائعة حالمة ناعمة، لكن نقلة عشوائية كافية ليصدر أقبح نشاز أنت سامعه. متى صرت أنا بعدك تلك النغمة النشاز يا مارغريت؟ لا أذكر، وهذا النسيان نفسه جريمة لا يرفع بها قلم التكليف في شرع المحبين. لكن أتفه المقدمات قد تؤدي إلى أخطر النتائج الممكنة، ومأساة الألف مشكلة قد تبدأ بغلط تافه. هو جرح عابر لكنه لا يندمل، وسريعا ما يتحول إلى غنغرينا يوجب أشنع أنواع العلاج البتر. فأن تناديها باسم أخرى وهي توشك أن تنادي كل الرجال باسمك، هو ذلك النوع من الجراح. كنت قد عدت تبللني السماء متدثرا بخواطر السوداء، وتأخذني العزة بالإثم. مارغريت، لقد انتظرتك طوال الليل في الشرفة، وهذا منها انتقاء بديع دقيق لأكثر الجمل استفزازا لي عند ذلك الموضع، فهو إهانة لعقلي وقدرتي على التحليل والاستنتاج. أنا من يمكنني أن أستخلص هذا مباشرة من غير مقدمات بصرية. فهي تحبني حبا أوليا كحب الأطفال، فهي لا شك فاعلة ما تفعله كل النساء في هذه الحال، تقلق وتتوجس وتتمنى أن أكون مت من غير آلام على أن أكون تزوجت أخرى. كبرياؤهن فقط يمنعهن من التصريح بأنهن يفضلن ألف مرة أن يبكين علينا بدل أن يبكين منا، إذا كان في الموضوع أنثى غيرهن. فكيف إذن وأنا أرى كيسي الأرق الأزرقين تحت عينيها الحائرتين، واصفرار وجنتيها قلقا، وعصابة الألم التي تلفها على رأسها كنوع من أنواع الحداد وتنكيس العلم؟ كل ذلك مجموعا ثم تأتي مستفزة حاقدة تخبرني أنها انتظرتني طول الليل. لخصت لها كل ما عصف بخاطري من مشاعر خيبة الأمل والتحدي وعدم المبالاة، وحرصت على أكثر ما أقدر عليه من الاختصار في كلامي، فأجملت ذلك كله في جواب واحد: أعرف. قالت وهي تخرج سيف التضحية المجيدة من قراب روح لا تعرف معنى الإساءة، وتغمده حتى مقبضه في صدري: غداؤك جاهز، فالعشاء والإفطار ما عدا صالحين للأكل. تلقيت الطعنة في سويداء قلب صنم أنوبيس الذي أحمله، ومررت للمطبخ لألتهم الطعام بضمير سفاح. إن رفضك التعبير حتى عن غضبك ممن لا يترك مجالا للشك في كونه يتعمد إيذائك سلاح مؤلم جدا، وهي لا تعرف هذا، وليس لها ذلك العقل الذي يمكنها من استعمال هذه الأساليب عالية الحس والتقنية في الإيذاء الخفي، لكنها ملهمة تفعل ذلك بغير سبق إرادة وبفطرة لا تنتكس، وهذا ما يجعل سلاحها قاتلا مدمرا أكثر. الأنوثة ككل شيء يمكن أن تكون متطرفة جدا،
وأنوثتها في غلو طاغ لا يشوبه بأي وجه إرجاء ذكوري، وليس في ردات فعلها قط منزلة بين منزلتين. إن الرجل يحاول مستميتا أن يجعل أرض المعركة التي يرتاح فيها ساحة الجدل والمحاججة والسخرية الموجهة، ساحة افتعال المشكلات وملء الكون ضجيجا وصراخا التي لا تدخلها المرأة إلا خابت وخسرت. لكن مارغريت لا تفارق أرضها قط، وتستعمل أسلحتها المحظورة على متطرف الذكورة ببراعة كاملة وتناغم وتناسق أعجب. ولذلك حين ولجت غرفة النوم لأجدها متكومة على فراشها كقط سيميائي جوار مدفأة في ليلة قر من ليالي كانون الثاني، كنت أعلم أني سأقاتل في أرض لا تعرفني، وبسلاح لا يصلح لساحة المعركة الضيقة التي أغوص في مستنقعها، عالما بأخطاره عاجزا عن التقهقر، كما قاتل حنا بع البرقة في سهل زاما. كانت دموعها السوداء ترسم على الوسادة البيضاء بالكحل دوائر من الحزن تتسع شيئا فشيئا، وفرس خيالي يركض مرة أخرى في سهل الشرود المترامي. وقفت هناك على باب الغرفة بضع سنين بدت كلحظات، أرمق ذلك الجمال الحزين يرسم بالكحل على وسادته البيضاء كنقاوة روح مارغريت قصيدة هجائي. من ثم تراجعت إلى الباب لأدخل الشارع، تاركا خلفي ضجيج الصمت في البيت وديوان نيتشه على المنضدة وسجائر التي ملتني وقهوتي العاشقة، ولم تتبعني سوى كومة ذكريات الكئيبة في إخلاص الخيول الأصيلة. آه مارغريت، كنت يوما زنبقة تبتسمين فجرا وتغضين حياء في وجه القمر، بريئة الإشارات والأفكار، طاهرة الذيل إلى حد المبالغة والاستفزاز، ولا تعرفين من الحزن والألم إلا ما يعرفه الأطفال. وكان مستحيلا أن لا تهيمي بي حبا وتفني كل مخزونك من الشوق والهيام، وتستعملي كل خططك التي راجعتها ليلا لتبهرني ذلك الكائن الأسطوري الذي يعرف كل شيء ويجيد كل شيء بإتقان أبطال ميثولوجيا الإغريق. كان مستحيلا أن لا تذوبي هياما وأنا أعزف لك بالكلمات ألحانا من الشفق القطبي، وأنسج لك من الشعر أثوابا من مخمل، وتغازلك أناملي بسوناتا ضوء القمر على بيانو عاجي قديم. كنت في ذلك الزمن أملك أخلاق الفرسان وخصالا تمكنني من الحصول على ما أريد، ولولا الأول كان امتلاك الثاني كارثة كونية، ولولا الأول كان امتلاك الثاني كارثة كونية. وكنت أميرة من أحلام ترسمين كل ليلة تحت غطائك الثقيل في الليالي الطويلة للشتاء صورة الفارس الذي تنتظرين، تلونينها بقدر سعيك للهرب من واقع لا تحبينه، وتحبينها بقدر كرهك للأحلام التي لا تجي. هكذا جنت عليك وعلينا القصص والمخيلة الصحية، وهكذا هي كثيرة جدا أوهامنا الجميلة التي يهديها لنا الجهل والبعد، وقاسية جدا فضيحة الحقيقة التي يعريها العلم والقرب. لم تتساءلي يوما لما تنتهي القصة دوما بقولهم وعاشوا في تبات ونبات؟ كيف عاشوا؟ وكيف كانت أيامهم تلك التي هي تبات ونبات؟ كيف تكرر ذلك التبات والنبات كل يوم وكل ساعة؟ وأين ذهب الملل؟
وأين ذهبت العيوب التي تكشفها العين القريبة يوما على ظهر يوم؟ وأين ذهبت فضاحة الحقيقة وقبحها حين تظهر؟ سترفضين أن تفكري في هذا، كما ترفضين أن تتخلي عن اللون الوردي وصورة الفارس الذي لن يقدر ولا يمكنه أن يظل أسطوريا 10 سنين. فهذا يتجاوز قدرات البشر. وهكذا الحقيقة، قطار شحن بضائع، حين يدهسك جملة واحدة لا تجدين الوقت لتندهشي، واحتمالات نجاتك الرياضية 0. هكذا بكل هذا التنافر البعيد وهدوء مدمر كقلب الإعصار، دخلت حياتك لأعيشك وتعيشيني. لكني دخلتها كما أدخل غرفتي التي لم يفسد عدم نظامها تطفل غريب ثقيل، وولجت أنت حياتي كأنك تدخلين عالم المرآة المسحورة وبلد العجائب. والمفارقة الوحيدة كونية الأبعاد، أنك لم تقرأي التحذير المكتوب على لوح أطوار الغريبة وشرود ذهن الدائم، وإلا لأدركت أنك لم تكوني أليس، وأن ما تدخلينه لم يكن أبدا بلاد العجائب، بل جحيم دانتي. يا من تدخلين هنا، اتركي خلفك كل أمل. أمام معهدنا بالثانوية الذي عاش معنا مراهقتك وكهولتي المبكرة، وشيخوخة قلبي الذي عرفك أيام حبنا الأولى، كانت هناك غابة تحكمها سنديانة عجوز. تحتها جلسنا طويلا، وتحادثنا أكثر مما جلسنا، وتنفسنا الصمت أكثر مما تحادثنا. كنت أعزف لك بالكلمات رحلات كالحلم إلى منتجعات كليمنجارو وضفاف التايج العظيم، وأمسيات جليدية دافئة نحتسي فيها الشاي بالزبد، ونصطلي نار مدفأة ودود في ضيافة عائلة تبتية كريمة تقدس الدالاي لاما عند سفح قمة إيفرست، وليالي من حنين خالص تعد فيها النجوم في النصف الأسترالي الذي لا تعرفينه من الكرة الأرضية. أخبرتك أن خارطة النجوم هناك مقلوبة عما نعرفه في أرضنا، وأبديت بعينيك العربيتين النجلاوين عدم اكتراث حقيقي لما أقوله لك من أوهام. وأخبرتني وأنت تتابعين بعينين زجاجيتين شفتي وهما تعزفان كل ذلك السحر، أن هذه المعلومات التي أضيفها متظاهرا بالحكمة والعلم لا تضيف لك شيئا ذا بال إلا إفساد اللون الوردي لحلمك الذي كنت تتابعين بعينين مفتوحين. ووعدتني وعودا قاتلة مللا، حدثتني عن الفرس الأبيض الذي تحلمين أن أسبح لك فوق ظهره بثياب الفرسان لألتقطك وآخذك لعالم الأساطير، وكنت أعلم أن هذا لا يكون، فأنا لا أعرف حصانا واحدا في حينا، اللهم إلا حصان العمد الهوم بحلق الوادي، وهو حصان أجرب أعرج يروث في الشارع ليجعل رائحة الحي كلها لا تطاق، وهو على قدر علمي لا يصلح لفرسان الأحلام، ولا أظنه ذا شرف أو قيمة أصلا، بل هو صعلوك فعليا في عالم الخيول. من أين آتيك بحصان عربي أصيل أنا؟ لكنني لم أرد أن أفسد براءة أفكارك وألوان أمنياتك بسوداوية وعيي، فوعدتك خيرا وعلقت بالمشيئة. حدثتني عن الأطفال والبيت الذي ستنصبينني فيه ملكا على رعية خانعة تدعوني للاستبداد. كانت أحلامك واقعية جدا لدرجة قاتلة للخيال، وكنت أتساءل كيف يكون واقعك إن كانت أحلامك على هذا النحو الممل، غير أن مواعيدي الساحرة
وعهود هيروينية المفعول كانت كلها مواعيد عرقوب، وحكاياي فائقة الحبكة كانت سرابا بقيعة لم أفي لك منها بشيء، وصدقت أنت في كل ما زعمت أنك تفعلينه وكذبتك، وصدقت أنت في كل ما زعمت أنك تفعلينه وكذبتك. وشهدت السنديانة وظلها على ذلك كله، ثم كتمت الشهادة حتى السنديانة الملكة العجوز غدرت بك ككل شيء ولم تنصفك. كان سيسعدك جدا يا مارغريت أن نجلس على شاطئ البحر ساعات طويلة، نتأمل الأفق في شرود وتتشابك أيدينا في عصبية، وكنت تحدثينني بسذاجة الأطفال عن جمال البحر وفتنته وحكمته، ونحن نجلس على صخرة تعرفنا وتألفنا، واستوثقت أنا من خيانتها هي أيضا وكتمها للشهادة، وكنت أسخر من حمقك وغفلتك، فتعجبين وتبتسمين وقد تغضبين، ثم تعودين دوما لتقنعي نفسك أنها طريقتي في التعبير عن حبي، وأنني أكون في أعلى حالات تعبيري عن رومانسيتي وصبابتي حين أخبرك أنك أحمق من أم الهنبر. حاولت بإخلاص كثيرا بلا جدوى في تلك الأيام أن أخبرك بالحقيقة التي أؤمن بها، إنه مخادع مزيف مثلي، هذا البحر الذي يحاول تقليد زرقة السماء بلا براعة حقيقية حتى نسي حقيقته الكئيبة وهي أنه لا لون له، مثلي تماما حين أحاول أن أبدو عليما ببواطن الأمور ومثقفا وممتلئا حكمة وفهما عميقا، ومثلي تماما أيضا يفشل البحر دوما ويكشف زيفه ويفتضح حين يأتيه العابثون من كل صوب ليسبحوا فيه ويلقوا فيه قاذوراتهم، فيستحيل لونه أخضر أولا كأي مرج تافه، ثم رماديا كبقايا هندوسي عابد أبقار، رغم إصراره على كونه مشابها حينها للسماء حين تتلبد بالغيم، لكنه مثلي يعلم أنه ليس كذلك. ينتحل صفة الحكمة وهو أكثر مخلوق عرفته نزقا وطيشا حين يثور وينسى قناع الحكمة فينسى حدوده ويغرق الآمنين ويقلب سفن الصيادين، ويتظاهر بالسحر والغموض وهو أكثر مخلوق روتيني رتيب عرفته، ولم أره يوما أتقن شيئا غير حركتي المد والجزر اللذين يدعي أنهما حركتان، ويتكلف الشاعرية وهو يحاكي بصوت غليظ أجش صوت الشلالات وخرير الجداول الساحر فعلا، وأسوأ ما فيه وجهه الكالح الغادر القبيح الذي يجيد إخفاءه خلف ابتسامته الباردة كالموت، ويفشل في إخفائه عني أنا الذي أشبهه حين يقتل بدم بارد ويلتهم الجثث ويتستر عليها طويلا طويلا، لكن له للأمانة والإنصاف ميزة واحدة يتيمة لا يملك غيرها، وهي أنه يسمح لك برؤية الأفق، وهو في ذلك مثلي أيضا حين أحملك بالكلمات إلى عوالم فيروزية كلونه المزيف، لكننا أنا وهو نريك ذلك السحر في البلورة ولا نوصلك له أبدا، لذلك كنت أمقته ولا تخدعني ألاعيبه، وكنت أبذل لك النصيحة وأكشف لك زيوفه وحقائقه التي تشبهني في إخلاص، وكنت كديدنك ترفضين فلسفة المتحاملة في رأيك التي تفسد عليك براءة أحلامك وسذاجتها، وتجملين ذلك كله في جملة واحدة غبية مكررة تسقمني سآمه، أنت بعيد عن الرومانسية، كنت أجيبك من بين أسناني وأنت عن الفهم أبعد يا عزيزتي، وكنت وما زلت ولا أخالك إلا باقية أعظم الحمقاوات براءة وطهرا في تاريخ بني آدم،
وكنت أعلم أنني أغرق في مستنقعك الذي يقودني إلى البحث عن حل لمشكل أعلم أنه آت لا محالة، حل غير مؤذ بيننا أنا وأنت التي يقتلك انفصالك عني كما يقتلني ارتباطي بك، حل لأطفال سيحملون عنك دي ان اي لا تحمل جين الخيانة، وسيبتلون بنصف كروموزومات جنوني واكتئابي. كنت موقنا برغم كل شيء أنني سأكون الفائز في مسابقة الإحباط، وقد كان. نكتفي بهذا القدر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في قراءة لرواية نوستالجيا مارغريت للشيخ الأديب كمال المرزوقي حفظه الله، وإلى لقاء قادم.